الأماكن الرائعة يلي عم تستقطب عدد كبير من محبي السهر والموسيقى والطرب والجلسة الحلوة، بالإضافة للأكل الطيب، رويال فيلفت برجميزي، حيث نجوم عم بيضووا ليالي بيروت من خلال أدائهم وحضورهم وصوتهم، الفنان مارك عبد النور والفنان زياد أبي خليل، بالإضافة لبرنامج منوع بيرضي كل الأذواق. رويال فيلفت هو ريستورانت اند بار لاونج بيتضمن لايف انترتينمنت، لايف بيرفورمانس. عندنا كونسبت عملناه شيء جديد انه بيانو، انه اول ما يفوت الزبون البيانو هو بيكون يعني اذا بدك اللي عم يستقبله. فبيرجع عندك سينجرز انجلش فرنش عربيك، بيرجع عندك شو فايولين. اي ساعه بتبلشوا هذا البروجرام؟ نحن 10:30 بيطلع البيانو لل11، ومن ال11 ببلش بروجرام الاجنبي، وبيرجع عندك شو الفايولين، بيرجع عندك مارك عبد النور، فنان مارك عبد النور، بيرجع عندك انا زياده بخير. يعني هيدا اي ساعه بيكون؟ صار الساعه 2 واحد؟ لا نحن الكونسبت تبعنا كمان مش انه وان مان شو، نحن هون وحدة وربع تقريبا بيطلع العربي. سهلا فيك زينة. يا زينة، عندنا هذا المحل كتير مهضوم اسمه رويال فيلفت، تقريبا صار لي شي شهر انا هون مبلش. بتعرفي كل محل اول ما يفتح بيكون بده وقت ليقلع، الحمد لله يعني صلنا شهر تقريبا هون، العالم عم تحب، عالم عم تنبسط، وان شاء الله هيكون وجهه خير علينا وجهنا خير عليه، واهم شيء الاوضاع، لانه يعني اذا كانت الاوضاع مش ظابطة Giving back this holiday season هو عنوان المهرجان يلي حمل عنوان Food Drive بالتعاون مع Lebanese Food Bank Organization يلي بتهدف لمحاربة الجوع وتقديم المساعدات للمحتاجين. أقيمت احتفالات بيروت بالتعاون مع بنك الغذاء اللبناني، هالاحتفال يلي صار بشارع الحمراء وتحديدا شارع المقدسي جمع عدد كبير من الناس يلي حبوا يشاركوا بالمساعدة والتوعية، وأيضا مشاركة المحتاجين بفرحتهم وبفترة الأعياد. جاب هو عنوان المطعم الجديد بمجمع يوبي بسوق جوني العتيق والمطل على خليج جوني. أما الأطباق فهي من ابتكار شيف ياباني حضر خصيصا للمناسبة. نتعرف بهالتقرير على جاب.
مع أطلالة حلوة على خليج جوني وتحديدا بسوق جوني العتيق بمجمع يوبي، افتتح مطعم جاب، المطعم الياباني يلي حبينا نعرفكن عنه أكثر على أجواءه وأكله وأكيد جلسته الحلوة. بالنسبة لنا كجاب سمينا اسم جاب هيك وحي، لأنه نحن كنا بدنا نعمل شيء سبيسياليتي كتير بالجاب. كرمال هيك كمان عنا لأنه كمان الشيف تبعنا هو جابانيز ريل جابانيز شيف، واللي هذا كتير قليل موجود بلبنان. هذه كانت أول بداية لحتى نعمل جاب. وبالنسبة للأكل اللي نحن عم نقدمه كتير مميز وسبيسيال عن كل المحلات اللي بتقدم سوشي وماكس، لأنه نحن عم نشتغل كتير على كذا تايتل بالأكل اللي هو فيه سوشي والساشيمي مثل ما العالم بتحب، بس أنا الريستورون الجابانيز اللي بيقدم كل أنواع الأكل من الدجاج للحمة لسمك كلها على الطريقة الجابانيز. مؤسسة اسمها يو باي، لأن يو لأن شكل الخليج هو بفورم الاو. اوكي، المؤسسة موجود فيها ثلاث مؤسسات، واحدة فرنسوية اسمها تابل فين، الشيف تبعها ثلاث مرات شيف ميشلان ستار ميشلان، يعني اتوالي ميشلان ثلاث مرات. تابل فين يعني هو فرنش فينا. It's French Mediterranean. وهلا قاعدين بالجابانيز الجاب، وبتجاب الشيف اللي تعرفته عليه من شوي شيف ماساتو، هي زي ترو جابانيز. هذا الشيء ما بتلاقيه بلبنان، اغلبيه المطاعم السوشي ذا ران باي فيليبينوز اور تايلاند تاي بيبل فروم تايلاند. انا شيف ياباني كمان بمستوى الاتوالي ميشلان، كل صحن بتاكليه من يديته اذا عم تشوفي المناظر الصحون ببكي، لانه عنده فليفر سبيسيال له، البرزنتيشن البرودوي فري، النكهات تبعيته كلها خلاقة جديدة مش شي ديجا فيو. الأمل موجود، لبنان منحبه من قلبنا، ما بده كل واحد لازم يتكل على حاله ويضل يجرب على طول، ما يموت إلا ما يجي الموت. لبنان بضل عايش، كان موجود أبدي سرمدي وهضل موجود. الشعب اللبناني اللي ضل عنده هالطموح وعنده هالأمل وهالإيمان بهالبلد كله بيرجع بيتحسن. أكيد اليوم منا أيام منيحة، بس بعد الأيام العاطلة من بعد الشتاء بيجي الشمس كله بيرجع بنور إن شاء الله خير. شكرا كتير لحضرتك. Thank you. أهلا. Thank you لألكم. نوصل لختام حلقة الليلة من أجندا. إذا كنتوا حابين نكون معكم بمناسباتكم الفنية الثقافية والاجتماعية، ما تنسوا ترسلونا على البريد الإلكتروني agenda@future.com.lb، وكمان فيكن ترجعوا تشوفوا الحلقة على العنوان التالي futuretvnetwork.com، وأيضا فيكن تعملوا لايك لبيج على الفيسبوك وهي أجندا on Future TV، ويو كان فولو مي على الإنستغرام زينة جنبي وهي كلمة واحدة. بودعكم وقلكم باي.